بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بجميع التلاميذ سنة تانية إعدادي وثالثة إعدادي. اليوم غنشوفوا الدرس ديال أعداد القوة أي الأس 10. غنبداو بالتعريف والمصطلحات. غنبداو بالأس موجب لعشرة، يعني عشرة أس شي حاجة كلها موجبة. دونك كنقولوا أن عدد صحيح نسبي موجب، وحل أن واحد الأس عدد صحيح نسبي، يعني واحد جوج ثلاثة كما بغى يكون. عندنا عشرة أس أن هي عشرة فوا عشرة فوا عشرة فوا عشرة، يعني عشرة، يعني ديك العشرة، يعني ديك الألات بويسونس كيمثل يعني شحال مرة غتضرب عشرة، فهمتي؟ دونك عندنا عشرة ألات بويسونس أن هي واحد زيرو 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 زيرو، يعني شحال من أن كيمثل لينا، يعني شحال من أن. مثلا بحال دابا لو كان عندنا هنا عشرة أس ثلاثة، يعني غيكون عندنا واحد، غيكون عندنا من ورا الواحد ثلاثة زيروات، يعني ألف. غنمشيو نشوفو حالات خاصة. إلا كان عندنا عشرة أس واحد كيساوي لنا هو عشرة أوتوماتيكمون، يعني الأس ما كيبانش واحد، يعني هنا راه واحد ولكن ما كنبقاوش نبينوه، صافي راه عرفنا أنه عشرة أس واحد يعني هي عشرة، أو لا جوج أس واحد هي جوج كيما بغا يكون. عندنا عشرة أس زيرو، عشرة أس زيرو كيساوي صفر، كيساوي واحد عفوا. كيما بغا يكون هاد العدد، كيما بغا يكون مليون مليار كيما بغا يكون، أس زيرو كيساوي واحد أوتوماتيكمون. فوالا، نمشيو للأس السالب. أن عدد صحيح نسبي سالب، إلا قلنا مثلا عشرة أس ناقص أن، غنديرو ليه المقبول، هي واحد كيساوي واحد على عشرة أس أن. دونك عشرة أس أن هي كيساوي زيرو فيرغيز زيرو 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 إلى آخره، يعني على حساب أن شحال كاين من عندنا من زيروات اللي غادي ندير. الحالة الخاصة عندك عشرة أس موان زه كتساوي واحد على عشرة اللي هي زيرو فيرغول أن، فوالا يعني هي المقلوب ديالو، يعني واحد على عشرة يعني زيرو فاصلة واحد. غنشوفو الأمثلة ديال هاد الأس الموجب والأس السالب. مثال أمثلة حساب قوة، عندنا عشرة أس سبعة، يعني هات كنديرو واحد شحال عندنا سبعة، غندير شو خصنا نحسبو شحال كاين من زيرو، يعني خصهم يكونوا سبعة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. إلا قلنا عشرة أس ثلاثة يعني كنجيو من الواحد ورا الواحد شحال كاين من زيرو، خصهم يكونوا ثلاثة. أمثلة كتابة على شكل القوة، بمعنى من كنقولو عشرة أس عشرة راه هي خصها تكون من ورا الواحد عشرة الصفروات. عشرة أس خمسة يعني الواحد خصو يكون وراه خمسة الصفروات، هادشي باين واضح. نمشيو للأمثلة ديال القوة ديال العدد السالب، يعني الأس السالب. لما يكون عندنا عدد أو أس سالب، عشرة أس ناقص ستة يعني كنديرو زيرو فاصلة، من ورا الفاصلة خصهم يكونوا ستة الأعداد، ستة الأعداد يعني بينهم داخل بينهم الزيرو واحد. عندك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هاهما ستة ورز فاصلة، يعني هي عشرة ناقص أس ناقص ستة. لا ميم شوز ديس على بويسونس موان كاتر، عشرة أس ناقص كاتر إتيكالا يعني خصهم يكونوا غاد الأعداد مورا الفاصلة، واحد جوج ثلاثة أربعة، صفر فاصلة صفر 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 واحد. أمثلة كتابة على شكل القوة، لا ميم شوز زيرو فيرجل، يعني خص يكون هنا تمنية الأرقام، هنا ثلاثة الأرقام. فوالا، غنمشيو نشوفو دابا القاعدة. قاعدة حساب أ فوا ديس على بويسونس أن، عند ضرب عدد عشري به فاصلة في عشرة أس أن، أو مئة زيرو 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 يعني زيرو أن، نزيح الفاصلة نحو اليمين بأن الرتبة عندما لا تكفي نتمم بالصفر، هذه الأولى. ثانيا، عند ضرب عدد صحيح طبيعي في عشرة أس أن، أي أن ما وراء الواحد يعني الزيروات خصو يكون داك الشيء اللي عندنا في أن، يعني وراء يعني الزيروات يكونوا يمثلوا أن، يعني شحال من أن. مثلا عندنا عشرة على بويسونس ثلاثة، يعني من وراء الواحد خصهم يكونوا ثلاثة صفروات، نضيف أن من أصفار إلى يمين هذا العدد. هذا الشيء تو سامبل، غير هذه قاعدة. لا ميم شوز لما يكون عندنا أس سالب، نفس الأمر هنا، نفس الأمر هنا، غير هنا عندنا ضرب عدد عشري به فاصلة في عشرة أس بويسونس اثنان، أو صفر فاصلة صفر صفر يعني ديك أن، نزيح الفاصل نحو اليسار بأن، الأولى نحو اليمين، الثاني نحو اليسار، ثم نضرب عدد صحيح في إلى آخره. أمثلة
ناخذ أمثلة. أمثلة هي أمثلة، فوالا أمثلة. عندنا 2154 في 10 على الأس، أس 3، بمعنى غنجيو ورا هاد الفاصيل، ورا هاد الرقم هذا، وغنزيدو 3 الصفر، وات فوالا تو سامبلوم. هنا عندنا 74 فوا 100، يعني غنجيو من 74 غنزيدو 2 أصفار، فوالا. بحال قلتي هنا 74 فوا 10 على بويسونس 2، 4.5 مضروب في 10 أس 2 كتساوي 450، تو سامبلوم. هادشي سامبل. ها نمشيو لمثال حساب لما يكون عندنا أس سالب. 739 مضروب في 10 أس ناقص 2، يعني كنجيو في 7 كنديرو الفاصلة، وما وراء الفاصلة اش كنديرو؟ نزيحو الفاصل نحو اليسار. ها هي القاعدة تقول برتبة ان، برتبة ان، يعني مثلا ان عندنا حنا ان هي موان دو، يعني غنجيو هاد غنجيو غنديرو فاصل هنا وغنشوف وراء 7 شحال كاين من رقم 2، دونك كنديرو 7.39، فوالا تو سامبلوم لا ميم شوز. غادي نمشيو نشوفو القاعدة الموالية، القاعدة الموالية كتابة عدد على الشكل أ فوا ديس على بويسونس إن. نكون هادي شنا هادي ياك على بويسونس إن، يعني نحو اليمين، نحو اليمين رتبة نحو اليمين، يعني 8215.74 كتساوي هي 8.21، 54، 7 إلى آخره. دونك غنمشيو نمشيو للتعريف ديال الكتابة العلمية. الكتابة العلمية إكس كتساوي أ فوا ديس على بويسونس أن، حيث أن أ عدد طبيعي يحتوي على رقم واحد، أو أ عدد عشري يحتوي على رقم واحد أمام الفاصلة 3.54، يعني مثلا بار إكزومبل. تسمى الكتابة العلمية لعدد إكس أي عدد أ يحقق أن أ ما بين واحد وعشرة. دونك الكتابة العلمية غنشوفو مثال. عندنا نفس هذا الرقم، دونك باش غادي نردوه كتابة علمية كما قلنا غادي نجيو هنا 2 وغنديرو فاصلة ونحسبو شحال من واحد، 1 2 3 4 5 6 7 8، دونك غنضربو غنديرو فاصلة غنضربو 10 على بويسونس 8، تو سامبلومون، يعني هادشي سهل. كل هذا يحتوي على رقم 2 أو 3 أو يحتوي على رقم 1 أمام 1.3، فكتابة العلمية لها هي نفس العدد، أي كتابة علمية لعدد 5 هي 5 كتابة علمية إلى آخره. تعريف كتابة العلمية لعدد سالب تا هو لا ميم شوز، نفس الأمر إلو. تعريف تفكيك عدد في نظم العد العشري، وحدات، عشرات، مئات، آلاف، عشرة آلاف، مئات الآلاف، هادشي كنا شلناه في الابتدائي ونحن في الثانوي، يعني حنا هنا في الاعداد في الاعداديه، يعني هادشي خصنا نكونوا ضابطين. هاد الاعداد يعني وحدات، عشرات، مئات كنزيدو صفر، الاف 3 اصفار. دونك لتفكيك عدد صحيح طبيعي في نظمة عدد العشري نحدد رقم وحداتي ورقم عشرتي إلى آخره، هادشي شناه من سابق. دونك هنا اللي كيخصنا هو هاد الخاصيات اللي غادي يبقاو دائما تابعينا. دونك ان وام عددين صحيحين نسبيين، بحيث إذا كانت عندنا 10 أس ان فوا 10 أس ام، ماذا نفعل؟ نحتفظ بالأساس ونجمع الأسين، هادي لا غيغل الاول. غنمشيو لا غيغل الثانيه، 10 اس ان سيغ 10 اس ام، هي نحتفظ بنفس الاساس ونطرح الاسي، اي نديرو الفرق ما بين الاسين.
لا ميم شوز 10 أس إن، هي نفسها 10 أس إن الكل أس إم، اللي هي 10 أس إن فوا إم، يعني ضرب أسين. ناخذ مثال 10 أس 10 الكل أس ناقص 6، يعني هي 10 أس 10 فوا ناقص 6 اللي هي 10 على بويسونس موان 60. 10 أس ناقص 2 على 10 أس ناقص 4 غناخذ الأساس وغنطرحوا الأسين، يعني ناقص 2 ناقص ناقص 4 هي 10 أس ناقص 2 زائد 4 هي 10 أس 2 اي اكسترا. لا ميم شوز هذا المثال، يعني عندنا نفس الأساس نجمع الأسين. هنا كذلك عندنا الأس هنا والأس الكل الكل أس، يعني كنضربوا ناقص 4 في ناقص 5 فوا كذا وكنجمعوا ما بين الأسين إلى آخره. وكان هذا نهاية هذا الفصل حول خاصية قوة العدد، والمهم هو هذه الفقرة هذه مهمة تابعك في كل في أي مكان في أي مستوى، لازم أنك تضبط المسائل والخاصية. شكرا وإلى اللقاء.